محمود أبو دعبس. محمود دعبس. محمود دعبس. شو اسم أبوك يا حج؟ داود. داود. أكم عمره؟ 85. طبعا بلدتك الأصلية بلدة يبنى. يبنى. كان في لكم أرض يا حج في يبنى؟ آه. إيش قديش مساحتها؟ 25 دلم. إيش كنتوا زارعين فيها يا حج؟ بردقان. وإيش كمان كنتوا تزرعوا فيها؟ شجرات البرتقال. البرتقال. وكلمتينا كرفوت. وكرفوت. حج كيف كانت البلاد أيامكم؟ وإيش كنتوا تعملوا؟ البلاد يبنى كانت مشهورة. في الحمضيات. الحمضيات. طب حج قل لي انتوا لما جيتوا هنا مين اللي رحلكم؟ هل الانجليز ولا اليهود؟ الانجليز. الانجليز ايش خبطوا عليكم هاون؟ الانجليز كانوا خانة كانوا يخبطوا في مسألة اليهود. مسألة اليهود. لكن الانجليز اللي كانت تخبط. طيب حج ان شاء الله لو رجعت على البلد ايش بدك تعمل غادي في بلدك يبنى؟ يبنى يبنى بس يرجع ان شاء الله هترجع. ايش اللي بتتمناه اللي بدك تعمله غاد اول ما تقعد في ارضك وفي بيتك؟ ايش بدك تسوي؟ سوي كلها يتفق في المشاريع. وتشوف شجراتك اللي انت زرعتهن كبرنات. طب حج كم جامع كان في بلدة يبنى موجودة؟ جمعين. جامع الكبير وجامع الصغير. جمعين. جمعين. كان في مدرسة؟ مدرسة. كان أبي تطلع المدرسة أساتذة. مدرسة. من مختار يبنى يا حج اللي كان غادي المخاتير اللي كانوا موجودين كبار العائلات في بلدة يبنى؟ الهمس. الهمس. وواحد ثاني. عوض الله. طب حج في عندك ذكريات؟ انت تجوزت غاد في البلدة بلدة يبنى؟ لا تجوزت. طب حج ايش بتحب توصل رسالة للشباب اليوم يتمسكوا في ارضهم؟ ايش بتحب تحكي لهم؟ الأرض تتغدرش. الأرض تتغدرش. بتحب تحكي لهم حاجة إنهم يتمسكوا في الأرض يدير بالهم يوعيوا الجيل اللي جاي؟ أنت عارف إنه جيل هذا لازم انه يكون عارف ارضه وعارف الشروش وجدوده. انا مش عارف اتكلم بالمرة.